وأكد الرئيس السيسي أهمية التوصل إلى حل لتقليل نزوح المهاجرين إلى أوروبا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك، شدد الرئيس السيسي على التزام مصر وحرصها على ألا تكون معبرا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. مصر بتستضيف، وأنا بقول هنا بتستضيف عشان دي نقطة مهمة قوي، وإحنا ما بنذكرش أبدا كلمة لاجئ عندنا في مصر. إحنا مصر بتستضيف 6 مليون وقد يزيد، دون أن تتلقى ولا تحاول أن تزايد لكي تتلقى شيء في دعم هذا التواجد، بيعيشوا كمواطنين داخل بلدنا إلى أن تتحسن ظروفهم أو طبقا للواقع الصعب اللي هم جايين منه في بلادهم، اللي يعني اللي بتعاني من شيء من الاضطراب. وبنقول إن إحنا إذا كنا عايزين نحل هذه المسألة بشكل يعني متعمق قوي، مهم قوي إن إحنا أولا القضايا والأزمات اللي موجودة في منطقتنا مهم قوي إن إحنا نصل بيها إلى مرحلة حل لهذه القضايا والأزمات اللي موجودة، وصولا لاستقرار هذه الدول التي باستقرارها ستعمل على إن هذه المعابر من خلال الدول اللي بتعاني من اضطرابات تتوقف وتستطيع أن تسيطر على حدودها البحرية والبرية ولا تشكل معبرا لأوروبا، وأيضا تبقى سبب في استقرار هذا الأمر. ده نقطة. النقطة الثانية تحسن فيها أن أهمية أن مهم أو أن احنا نوجد حل يساهم في تقليل تحرك ونزوح الناس أو المواطنين من إفريقيا إلى أوروبا أملا في مستقبل أفضل وحياة أفضل، وده من إيجاد من خلال أن احنا نوجد فرص عمل ومشاريع داخل الدول الأفريقية، وده هيساعد بشكل كبير جدا في حل هذه المسألة.